إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، أهلا بكم. صندوق أممي يقول أن 90% من خدماته في اليمن ستتوقف في يوليو. وفي العرب الجديد، اليمنيون يتخبطون بين تضخم وفيروس كورونا. ومن أخبارنا المنوعة، موظفو شركة فيسبوك غاضبون من منشور للرئيس ترامب. الحرب المستمرة وانتشار الأوبئة آخرها وباء كورونا جعل الوضع السيء في اليمن يتفاقم أكثر فأكثر، لتصفها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وهذا ما جعلها تدعو إلى مؤتمر للمانحين تستضيفه السعودية عن بعد عبر الإنترنت. تسليط مزيد من الأضواء على الأزمة الإنسانية وحشد الدعم المالي وتعهدات المانحين لتمويل الاستجابة الإنسانية والإغاثية. هذه المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر دولي لمانحي اليمن افتراضيا عبر الإنترنت، فيما يأتي هذا المؤتمر في ظل استمرار القيود والعراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها، والتي تهدد بإيقاف أكبر عملية إغاثية في العالم. السعودية ومنظمات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية أطلقت مناشدات ودعوات للدول المانحة للمشاركة في المؤتمر وتمويل البرامج الإغاثية والإنسانية المهددة بالتوقف، إضافة إلى دعم اليمن في مواجهة جائحة كورونا. وزير الصحة في الحكومة الشرعية الدكتور ناصر باعوم قال إن اليمن يواجه تحديات صعبة ناتجة عن تدهور الوضع الصحي إثر الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تأمل المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في اليمن أن تحصل على 2.4 مليار دولار من مؤتمر المانحين في الرياض، وتقول أن هذا المبلغ سيسمح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها في اليمن. وعن المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن أيضا نقل الموقع بوست عن صندوق الأمم المتحدة للسكان إعلانه أن 90% من خدماته ستتوقف في اليمن يوليو المقبل في حال عدم اكتمال التمويل المطلوب لاحتياجاته. وقال الصندوق في بيان أنه ناشد مطلع العام الجاري لجمع 100,500,000 دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن، وحتى الآن تم تلبية 41% فقط من المبلغ المطلوب. ضاف أن عدم الحصول على التمويل المطلوب بحلول يوليو من هذا العام يعني توقف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تقديم خدماته الإنجابية المنقذة للحياة. وأشار إلى أن 1,000,000 امرأة وفتاة في سن الإنجاب تواجه الخطر بسبب فقدان خدمات الصحة الإنجابية. عن خيانة اللحظة التاريخية، كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور، وجاء في جزء من المقال. 3 عقود مرت على ذلك اليوم وتلك الوقفة المتوهجة تحت حرارة الشمس وجلالة الموقف، ونحن نتطلع إلى علم جديد معلن عن دولة جديدة لطالما تاق اليمنيون لمرآه ومرآها. تهيأت منذ الصباح الباكر للذهاب إلى تلك التلة حيث تنتصب سارية العلم، بل حيث تنتصب أحلامنا الجديدة وآلامنا القديمة، في مقابلة تاريخية لم نكن لنتوقع حدوثها على هذا النحو من الاستثنائية في صباح ذلك الاثنين 22 مايو 1990. كان الصباح ندياً برغم حرارة الطقس ورطوبة الجو. قلت لزميلي المصور: إياك أن تنسى تصويري في لحظة ارتفاع العلم. قال: لا تخشى ذلك. ثم نسي اللحظة في غمرة المشاعر المتأججة والمختلطة بالضحكات والدموع والتصفيق. كنا نرنو لحظتها إلى الأعلى حيث قمة السارية وذروة الحلم، ثم انتبهت بعد مرور بضعة أعوام أننا صرنا نرنو إلى الأسفل. وبعد مرور بضعة أعوام تالية التقيت الضابط الشاب الذي رفع العلم لحظتها. التقيته لا يقوى على رفع رأسه وقد أطلق لحيته للريح ومصيره للمجهول. 30 عاماً مرت كأنها البارحة، بل كأنها منذ ساعة مضت، غير أن مياهاً وفيرة ودموعاً غزيرة ودماءً كثيرة تدفقت تحت جسور تلك الأعوام 30 على نحو لم نكن نتوقع حدوثه قط. بحثت عن الصورة فلم أجدها، بحثت عن الحلم فلم أجده،
وبحثت في قصاصة ورق كتبت عليها في تلك اللحظة آخر تأوهات عهد وأول توهجات عهد آخر، لكنني وجدت كثيرا من الملفات السوداء والرمادية تراكمت طوال 3 عقود في واقع مغاير بالمطلق لما كنا نعيشه قبل تلك اللحظة على صعيد الحلم الذي صار كابوسا والعلم الذي استحال إلى خرقة. في حادثة مفزعة في مديرية شرعب السلام شمال محافظة تعز، يقول المشاهد نت أن شابا أقدم على قتل 5 أفراد بينهم 4 من أفراد أسرته. وضح مصدر محلي أن الشاب علي الحميدي وفي سوق الربوع أطلق الرصاص على والده عبد المغني الحميدي ووالدته واثنين من أشقائه وأحد جيرانه، ما تسبب بمقتلهم على الفور، فيما أصيب 2 آخران من أسرته بإصابة خطيرة. أشار المصدر إلى أن طقما تابعا لأمن المديرية تحرك إلى مكان موقع الحادث للقبض على الجاني، لكن السلطات الأمنية لم تصدر أي توضيح حول الحادثة. يعلق الموقع على الجريمة بالقول أن جرائم القتل تزايدت في مديرية شرعب السلام إحدى مديريات ريف محافظة تعز الشمالية في ظل ضعف الأداء الأمني الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي منذ أكثر من 5 سنوات. قال موقع عدن الغد أن الخطوط الجوية اليمنية نفت الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بشأن تأجيل رحلات إعادة العالقين من مصر والهند. وضحت أن رحلات طيرانها مرتبطة بتصاريح لنقل العالقين من الخارج، بحيث بدأت رحلاتها إلى عمان لإجلاء العالقين، وسترسل جدول رحلاتها للقاهرة ومومباي وعمان للموافقة. أشارت اليمنية إلى أن هناك ترتيبات خاصة في القاهرة لتسيير رحلتين في اليوم الواحد. وفقا لتصريحات السفارة اليمنية في القاهرة، من المتوقع نقل 300 مسافر من العالقين في القاهرة خلال هذا الأسبوع. وأوضحت الخطوط اليمنية أنها تنتظر الإجراءات الصحية المتعلقة بشهادة الفحص الطبي لفيروس كورونا ومن ثم تشغيل الرحلات. اليمن بلا سلاح ضد كوفيد 19. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة ليبرسيو الفرنسية مقالا عن التحديات التي تواجه اليمن، وقد ترجم المقال خصيصا لقناة بلقيس وجاء فيه: تعيش اليمن في الحرب منذ أكثر من 5 سنوات وتواجه الآن فيروس كورونا، لكن حالة نظامها الصحي التي دمرتها الحرب الدموية تثير المخاوف من كارثة صحية. وفقا لبرنامج الغذاء العالمي هناك حاجة ماسة للمساعدة. وفقا لليونيسف يعتبر الأمر كارثة كبرى. اليمن أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، دمرته 5 سنوات من الحرب، مهدد بانتشار وباء كوفيد 19، ويعاني الآن من انخفاض في المساعدات الإنسانية. وقد توقفت أو بترت 3/4 برامج الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة. تم تقليص الحصص الغذائية الموزعة إلى النصف، وباتت المستشفيات القليلة تتلقى دعماً أقل وأقل. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى موقف المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على شمال البلاد والعاصمة صنعاء، ويواصلون التدخل في عمليات التوزيع. ولكن يعود الأمر أيضاً إلى لا مبالاة المجتمع الدولي. سيتم تنظيم مؤتمر للمانحين اليوم الثلاثاء بالاشتراك مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية المتورطة عسكرياً منذ عام 2015، والتي تعتبر اليمن فناءً خلفياً لها. ويهدف هذا المؤتمر للحصول على 2,200,000,000 يورو لتغطية الاحتياجات حتى نهاية العام. وأكدت ليزي جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان: لو لم نحصل على التمويل الذي نحتاجه، وإذا لم يتم بذل المزيد من الجهود لكبح جماح وباء كوفيد 19، فإنه قد يجتاح اليمن بأكمله. ضيق فيروس كورونا الخناق على اليمنيين. تقول صحيفة العربي الجديد: وصد ارتفاع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية والدوائية مقابل استغلال تجاري ضاعف الأسعار خلال الأسبوع الماضي، تعيش اليمن على وقع انتشار فيروس كورونا في معظم المدن الرئيسية، خصوصا في عدن التي تشهد فوضى واختناقا تجاريا كبيرا، وارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية، وغياب تام
للسلطات الرسمية، ومع انخفاض عدد الأفران والمخابز منذ حلول عيد الفطر خصوصا في صنعاء وعدن وإغلاق المطاعم والمقاهي، لوحظ تراجع المعروض من بعض السلع والمواد الغذائية مثل الخبز والدقيق والأرز والسكر، وارتفاع قياسي في أسعار اللحوم والأسماك والزيوت والبيض والدواجن. يشكو مواطنون في معظم المناطق اليمنية من انفلات الأسعار وعدم قدرتهم على شراء السلع الضرورية المتوفرة. القطاع التجاري والصناعي الخاص يتهم السلطات المتعددة في معظم المناطق اليمنية بابتزازه بالجبايات المتواصلة ورسوم نقل البضائع من خلال تعدد منافذ تحصيلها، مما يؤثر كثيرا على عملية الإمداد وارتفاع الأسعار. الكاتب عبد الرحمن الراشد يتحدث في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط عن معركة الإنسان ضد العنصرية، ويقول فيه أيضا: أصعب امتحان للإنسان المتحضر هو التعايش مع بني جنسه. حتى بعد قرون من نشر المفاهيم السامية لا يزال في داخله عنصرية ظالمة. لم يفلح العلم، التطور، التدين والقوانين في التخلص من النوازع الشريرة عند البشر التي قد تفوق همجية الحيوانات، ولم تتفوق أيضاً المجتمعات المتطورة الغنية على المجتمعات البسيطة في التخلص من هذه الأمراض الاجتماعية المزمنة حتى يومنا هذا. جريمة الشرطي الأبيض ديريك شوفين الذي خنق الأمريكي الأسود جورج فلويد لن تكون الأخيرة، وسواء كانت دوافعها عنصرية أم مجرد بلطجة رجل منحه القانون سلطة كبيرة في المجتمع، فإنها استمرار للمرض الاجتماعي القديم، العنصرية البغيضة. تكرار الشجب والاستنكار والتنفيس عن الغضب الأعمى الذي طال المرافق العامة وانخرط فيه الحانقون مع اللصوص والسياسيين الانتهازيين لا يطفئ الشعور بالظلم وعدم المساواة. الحرق والفوضى لن يعيد الحياة للقتيل ولن يردع المخطئين أو الداعمين لهم. ستنسى الحادثة كما نسيت الحوادث السابقة إلى أن يظهر فيديو جديد في وقت لاحق ويعود المحتجون والاحتجاجات والحرائق، لكن لا شيء يتغير في حياة الناس. القوانين الأمريكية مع العنصرية قصة 230 عاماً، قصة طويلة من المعاناة والرفض حتى نجحت في التحول من تشريعات تحمي العنصرية وتسلب الإنسان من أبسط حقوقه وكرامته إلى قوانين عادلة. ولم تكن رحلة التغيير مفروشة بالورود بل بالدم والتضحيات، حتى صارت اليوم الحصن ضد العنصرية والتمييز بشكل عام لكل فئات المجتمع الذي لا تستطيع القوانين التحكم فيه هو الأهواء والنوازع الشريرة، معركة الإنسان الفاضل في كل مكان ومنذ أمد طويل. فالعنصرية ليست حصراً ببعض البيض في الولايات المتحدة بل في كل مكان في العالم، وليست العنصرية ضد السود والأفارقة، إنما التمييز البغيض ثقافة موجودة ضد الأعراق، الأديان، الطوائف والنساء وغيرهم من الفئات التي ينظر إليها بدونية. التسوق لشراء الاحتياجات الغذائية لا غنى عنه حتى في فترة العزل المنزلي في ظل انتشار كورونا، فما هي الإجراءات التي يجب اتباعها لحماية أنفسنا والآخرين؟ يعنون موقع الدي دبليو الألماني: قبل أن تذهب للسوق خطوات لابد من اتباعها. يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية، حفظ مسافة مترين بين كل شخص آخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال، كما يجب غسل اليدين بالصابون فور العودة إلى المنزل، ويجب مراعاة غسل اليدين لـ30 ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر. تستمر المظاهرات الغاضبة في شوارع الولايات المتحدة، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر بنشر الجيش في الشوارع، ليقوم الموقع بوضع تحذير بشأن المحتوى الذي قال أنه يمجد العنف. ويتوجه ترامب لموقع فيسبوك وينشر هنا نفس التغريدة، لكن موقع فيسبوك قال
أنه لم ينتهك سياسة الموقع، وهذا بحسب البي بي سي. أثار غضب موظفي فيسبوك ضد القرار بعدم إزالة أو الإبلاغ عن منشور مثير للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الموظفون قالوا أنهم يشعرون بالعار فلم يطرأ أي تغيير على المنشور على فيسبوك بعد أن قال مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ أن ترامب لم ينتهك سياسة الشركة بشأن التحريض على العنف، فيما تجري اليوم وقفة افتراضية ترك خلالها بعض الموظفين المكتب كرسالة احتجاجية. مارك نشر على صفحته على فيسبوك: أنا أختلف بشدة مع الكيفية التي تحدث بها ترامب، ولكني أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على رؤية ذلك بأنفسهم. إن مساءلة أولئك الذين في مواقع السلطة لا يمكن أن تحدث إلا عندما يتم تقييم خطابهم في العلن. مهندسة البرمجيات في فيسبوك لورينتان قالت أن تقاعس فيسبوك عن إزالة منشور ترامب الذي يحرض على العنف يجعلني أشعر بالخجل من العمل هنا. أما المتحدث باسم فيسبوك فقال: نشجع الموظفين على التحدث بصراحة عندما يختلفون مع القيادة، وبينما نواجه قرارات صعبة إضافية حول المحتوى القادم سنواصل السعي للحصول على ملاحظاتهم الصادقة. الحياة البرية هي البيئة المفضلة للمصورين المحترفين. هذه المرة سنتابع صور للنمور في الحياة البرية التقطتها عدسات محترفي التصوير في الغارديان البريطانية. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقات اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.